مستمرين ومواصلين معكم مشاهدينا الكرام بفقرات متنوعة ومتميزة من صباحكم أجمل. وصلنا معكم الآن إلى الفقرة الطبية، وستعرفنا سماح مع ضيفتنا في الاستديو عن فوائد الزيوت الطبيعية. نعم، فوائد كثيرة للزيوت الطبيعية نتعرف عليها وإياكم مشاهدينا مع الصيدلانية مي الطرايرة، وحديثنا لهذا الصباح عن الزيوت الطبيعية. صباح الخير. صباح الورد مي، كيف الحال؟ الحمد لله تمام. يعني كلنا بشكل أو بآخر نستخدم الزيوت الطبيعية في حياتنا، سواء كان لأهداف طبية أو أهداف تجميلية أيضا. ففي البداية نتحدث عن ما هي الزيوت الطبيعية أيضا وكيف يتم استخراجها. الزيوت الطبيعية هي الزيوت التي تستخلص أو تستخرج من النباتات، مثل بذور، خاصة بذور النباتات، من أوراق النباتات، من براعم النباتات، من جذورها، من أجزاء النباتات. وفي بعض الزيوت الطبيعية تستخلص من الحيوانات، ولكن أنا بحاول نبتعد عن هذه الزيوت يعني. ومعظم الزيوت اللي بنستخدمها في السكين كير، في مستحضرات العناية بالبشرة والعناية بالشعر والجسم، هي عبارة ذات مصدر نباتي يعني. تستخرج هذه الزيوت النباتية عن طريق أول شيء الاستخلاص على البارد، عن طريق العصر على البارد، عصر بذور النباتات للنباتات اللي بتحتوي على بذور، وهي أفضل طريقة، لأنه زيوت بتضل محتفظة بفوائدها الطبية والعلاجية، ما بتفقد كثير من العناصر المهمة الموجودة فيها. في طرق أخرى لاستخلاص الزيوت، لأنه في زيوت ما بتحتوي على بذور، عن طريق استخلاص الزيوت عن طريق التقطير. يتم تقطير أجزاء من النباتات مثل الأزهار أو الأوراق، أو عن طريق تقطير الجذور أو اللحاء للنباتات. وفي استخلاص للزيوت عن طريق استخدام المذيبات، عندما يعني تصعب عملية استخلاص الزيوت عن طريق البذور أو أجزاء أخرى من النباتات. وفي طريقة أخرى لاستخلاص الزيوت، اللي هي عن طريق النقع، نقع النباتات، أجزاء من النباتات بزيت حامل، والحصول على بعض فوائد النبات. جميل. إذا أكثر من طريقة موجودة لاستخلاص الزيوت حسب تعتمد النبات. على كمية الزيت الموجودة بالنبات. نعم، إذا كان في بذور أو لا. أو لا طبعا. تمام. طيب، إحنا اليوم رح نخصص هذه الفقرة عن الزيوت الطبيعية للاستخدامات التجميلية. حابين نتحدث ما هي أهمية الزيوت الطبيعية للبشرة وللشعر؟ الزيوت الطبيعية مهمة للبشرة مهمة للبشرة وللشعر، لأنها بتحتوي بتختلف عن الزيوت المعدنية والزيوت ذات مصدر بترولي أو من مشتقات البترول. إن الزيوت الطبيعية بتحتوي على فيتامينز مثل فيتامين إي، فيتامين سي، فيتامين بي، بتحتوي على أمينو أسيدز، بتحتوي على فاتي أسيدز، أحماض دهنية وأحماض أمينية، بتحتوي على مينرالز مثل بوتاسيوم، مغنيسيوم، منغنيز، حديد، كالسيوم، زنك. فهاي مفيدة للبشرة وللشعر وللجسم. تمام. طيب، كيف ممكن نتأكد إذا هذا الزيت كان أصلي أو لا؟ هاي دايما المشكلة أو الجدلية في مواضيع الزيوت الطبيعية، عشان يعني نستفيد من كل الفائدة. شوف، في ممكن طريقة نعرف إنه فعليا هذا الزيت أصلي مش مخلوط أو مثلا مقلد؟ ما في طريقة تتأكدي فيها إنه الزيت أصلي أو لا، إلا إنك تتأكدي من المصدر اللي بتاخدي منه الزيت. المصدر، إما بتروحي بتاخديه من المعصرة مثلاً، تاخديه مع عصر على البارد، فأنت بتاخديه من مصدر موثوق، أو في شركات عالمية بتعمل استخلاص للزيوت عن طريق التقطير أو بطرق أخرى أو عن طريق المذيبات. بتكون هاي الشركات معروفة وتعطيكي شهادة علمية بالزيت إنه أصلي أو لا، وبمعلومات عن الزيت. أما الزيوت المتوفرة بالأسواق وعند العطارين، فبالمعظم وبالأغلب هي زيوت غير طبيعية. تمام. الزيوت الطبيعية بتكون كلفتها ممكن مرتفعة أكثر؟ طبعاً، الزيوت الطبيعية بتكون مكلفة أكثر، وكل ما كان كلفة الزيت. هلا نحكي ليش مثلاً في زيت غالي وليش في زيت رخيص. كلفة الزيت بتعتمد على أول إشي مدى توفر الزيت بالنبات، يعني إذا النبات بيحتوي على كمية عالية من الزيت أو لا. في نباتات كمية قليلة منها ممكن تعطينا كمية وفيرة من الزيت، وبالتالي بيكون الزيت ثمنه قليل. تمام. مش معناها إنه هذا الزيت غير مفيد. وفي نباتات نحتاج إلى كميات كبيرة من أجزاء من النباتات، أو ما بتحتوي على بذور وبتحتاج إلى طرق صعبة للاستخلاص، وبالتالي بيزيد هذا من كلفة الزيت ومن سعر الزيت. تمام. ومن أغلى الزيوت طبعاً إحنا بنعرف إنه زيت الأرجان المتعارف عليه إنه هو زيت غالي، يسمى الليكويد جولد، اللي هو الذهب السائل، وفوائده عديدة ودرجة امتصاصه عالية ومفيد للشعر والبشرة والجسم، وما بيسبب إغلاق مثلاً للمسام.
لكن في زيت هلا عم بتصدر يعني الزيوت كلها، ويعتبر هلا يعني هو الاغلى ثمنا، اللي هو زيت التين الشوكي، اللي هو نوع من انواع بريكلي سيد اويل، نوع من انواع زيت، نوع من انواع الصبار الهندي بسموه. كلفه هذا الزيت الواحد لتر قد تقارب نحو $1,000 يعني سعر اللتر الواحد من هذا الزيت، لانه طريقه الحصول على الزيت صعبه. ومدى انتشار النبات كمان يعني قديش بينتشر هذا النبات حول العالم قليل، وبالتالي بتزيد كلفه الزيت. نعم، وفوائده بتكون يعني فوائده كثيرة. طبعا فوائده كثيره. اول شيء درجه امتصاصه عالي، ما بيسبب انسداد للمسام. زيت التين الشوكي بيحتوي على البوليفينول، وهو مضاد من اقوى مضادات الاكسده ومضادات الجذور الحره ومضاد للسرطان. بيحتوي على فيتامين اي، بيحتوي على امينو اسيدز وفاتي اسيدز، مهم جدا في عمليه ازاله التصبغات من البشره. امتصاصه سريع، بيزيل، مفيد جدا في يعني هو كثير بيدخل في الاندر اي كريم والاي سيرم، يعني في منتجات العناية حول العين بالمنطقه حول العين. وزيت الأرجان كمان مشهور بالمغرب العربي خاصة، طريقة استخلاصه كمان لسه على ممكن الطريقة البدائية اللي هي ممكن بطحن في على العصر على البارد، وفي الطحن وفي الطحن والنقع، وفي في زيت أرجان كمان محمص وغير محمص، ولكن الغير محمص فوائده أكثر، يعني القيمة العلاجية تبعته والفوائد بيحتفظ بفوائده أكثر من ممتاز. طيب دائما كمان في إشكالية عندنا كيف نستخدم الزيوت، المدة اللي لازم تضل فيها الزيت على البشرة أو على الشعر، كمان ممكن في الصباح ولا في المساء أحسن نحط الزيت على الشعر، فشو هي الطريقة المثلى لاستخدام الزيوت الطبيعية؟ قبل ما نتطرق لإيش هي الطريقة المثلى لاستخدام الزيوت الطبيعية، أنا بدي أفرق إيش الزيوت اللي بدي أستخدمها على بشرة وجهي. في زيوت تختلف، الزيوت اللي بتستخدم على بشرة الوجه عن الزيوت اللي بتستخدم على الجسم عن الزيوت اللي بتستخدم على الشعر. ممتاز. ففي ناس كتير بتطبق نفس الزيت اللي بتستخدمه على الجسم أو على الشعر على الوجه، على كل شيء. هلا الوجه بالذات منطقة حساسة جدا، والبشرة تبعته كتير رقيقة، ما بتتحمل كل أنواع الزيوت، مع أنه في زيوت ممكن تكون مفيدة أكثر من الزيوت اللي رح نذكرها تستخدم على الوجه. هلأ حتى نعرف إيش الزيوت اللي بتستخدم على الوجه وبتستخدم على الجسم وعلى الشعر، في تصنيف عالمي للزيوت نسميه كوميدوجينيك ريت سكيل اوف اويلز، اللي هو تصنيف الزيوت بناء على أرقام، أعطوا الزيوت أرقام من 0 إلى 5، كل ما اقتربنا نحو الرقم 0 كل ما زادت قدرة البشرة على امتصاص الزيت، كل ما كان الزيت أقل عرضة أنه يسبب انسداد في مسام البشرة، كل ما كان امتصاصه أعلى وبكون مناسب للبشرة الدهنية أكثر. كل ما اتجهنا نحو الرقم 5 كل ما كان الزيت أقل مناسب لبشرة الوجه، جزيئاته أكبر، قليل الامتصاص، مش مناسب لبشرة الوجه، مناسب للجسم والشعر. من الزيوت مثلا التي تحمل رقم 0 وممتازه للوجه ويمكن تطبيقها على الوجه، زبده الشيا، مع انها احنا نعتبرها جريسي كثير، يعني ملمسها جريسي فما بنتوقع انها تاخذ هذا الرقم يعني، لكن من الزيوت اللي رقمها 0 امنه على الوجه وتستخدم في مستحضرات الوجه، زيت الارجان وزيت التين الشوكي وزيت دوار الشمس. زيت دوار الشمس من الزيوت التي تحمل رقم 0 يعني امنه على بشره الوجه. من 0 لغايه 2 ممكن انها تستخدم على بشره الوجه، بعد 2 لا يمكن استخدامها على بشره الوجه. من الزيوت اللي ذات يعني رقمها الكوميدوجينيك ريت تبعها عالي، اللي هو زيت جنين القمح اللي بنسمع كثير انه بيدخل في تركيبات ماسكات الوجه، كريمات الوجه، واقي للشمس، بجدد خلايا البشره، الويت جيرم اويل، وهو يحمل اعلى رقم 5 يعني بيسبب انتداد. زيت جنين القمح، زيت جنين القمح من أسوأ الزيوت للبشره الوجه، مفيد للشعر جدا، مفيد للجسم جدا، ولكن غير مفيد لبشره الوجه. حلو. امتصاصه كثير بطيء. نعم. بيعمل انسداد في المسام، وانسداد المسام اهم شيء باي زيت انه ما يعمل لي انسداد المسام، لانه انسداد المسام هو خاصه للبشره. من كمان الزيوت اللي بيستخدموها الناس للوجه وبيعتبروها مفيدة، زيت جوز الهند وزبدة الكاكاو. زيت جوز الهند وزبدة الكاكاو لا تستخدم على الوجه لأنها تحمل كوميدوجينيك ريت رقم 4 عالي جدا كمان، ما لا يستخدم كتير، بس مع بوصفات انه مثلا زيت جوز الهند يستخدم لمسح المكياج، استخدميه انه بيعطي نضاره بيطر الوجه، لا يستخدم، مفيد جدا للشعر والجسم ولكن لا يستخدم. زيت جوز الهند مفيد للاكزيما، مفيد للصدفيه، مفيد للستريتش مارك، لكن للوجه لا. ولا زبده الكاكاو. نعم، يعني اذا زبده الشيا هي رقمها 0، وزيت الارجان، زيت التين الشوكي، وزيت دوار الشمس هذول ملائمين للبشره. وفي كمان من زيت جوز الهند للشعر وللجسم، لانه هذا الاشهر، هذا الزيت الاشهر اعتقد الان في كثير
يعني وصفات خاصه منتشره على مواقع التواصل الاجتماعي. كل شيء زيت جوز الهند، زيت جنين القمح، زيت جنين القمح نعم. من اخطر الزيوت على بشره الانسان. زيت الشاي ايضا، زيت الشاي الاخضر بيساعد. هاي زيوت اساسيه، زيت الشاي الاخضر زيوت اساسيه، هاي بتنضاف، ما بتنضاف كميات كبيره، بتنضاف بقطرات، هاي بنسميها اسينشال اويل، يعني هاي بتنضاف بقطرات على المنتج، هو مضاد للالتهاب ومضاد للبكتيريا، منيح لحب الشباب ومضاد للاكسده. في زيوت مثلا بتحمل رقم واحد زي زيت الروز هيب اللي هو زيت بذور الورد، كتير مفيد، زيت الأرجان وزيت الجوجوبا وزيت السمسم وزيت السمسم، هدول الزيوت بيحملوا رقم 2، ممتازين للبشرة وامتصاصهم عالي لحد رقم 2، لحد رقم 2 مسموح إن نستخدم هاي الزيوت على بشرة الوجه للبشرة. إذن في دليل ممكن يكون موجود على الإنترنت نطلع على فيكم افتحي كومي جوجيني كريت سكيل أوف أويلز، بعطيكي كل الزيوت تحت كل رقم شو بتندرج تمام. من 0 ل 2 استخدميها على وجهك، بعد 2 مفيدة للجسم وللشعر، ما تحطيها على وجهك، ما تحطيها على ضروري الوجه. ضروري هذه النقطة، لأنه في كتير سيدات بيستخدموا بعدين بيطلع لهم حبوب تنسد المسام تنسد المسام، صاروا يتساءلوا ليه واحنا بنستخدم زيت طبيعي. طيب الان شو المحاذير لاستخدام الزيوت الطبيعيه؟ يعني احنا بس قبل المحاذير احنا ما حكينا عن طريقه الاستخدام، اعطيتينا التصنيفات. هلا طريقه الاستخدام، انه هلا اي زيت مفروض استخدمه، مفروض استخدم دائما نسبه الزيوت، في زيوت طبعا حامله هي زي زيت اللوز الحلو وزيت السمسم وزيت الجوجوبا وزيت الأرجان، هاي تصنف كزيوت حاملة، هاي أكبر نسبة من الزيوت ممكن نحطها بالمنتج يعني نعم. عرفتي؟ بنضيف إلها زيوت تانية، يعني زيوت أساسية زي مثلاً تي تري أويل، زيت شجرة الشاي في مكافحة حب الشباب، بنضيف إلها مثلاً زيت الخردل، بيساعد على توهج البشرة وإعطاء نضارة البشرة، بوحد لون البشرة، بكافح علامات الشيخوخة وبيقضي على البقع الداكنة بالبشرة. بنضيف إلها مثلاً جرين تي، الجرين تي أويل اللي هو زيت الشاي الأخضر تمام، بيختلف عن التي تري أويل، او منضيف لها زيت اللافندر حسب الفائده المرجوه من الزيت نعم. منضيف للزيت الحامل، ولكن الزيت الحامل هو اللي بتكون نسبته اعلى نسبه من الزيوت، من تركيبه الزيوت او الخلطه اللي انا بدي اعملها يعني. طيب خلطات الزيوت في كتير طرق كمان، احيانا بيحكوا لازم نسخنها قبل استخدامها، صحيح هاي الطريقه؟ لا وهي بارده، لا وهي طيب في درجه حراره الغرفه. طيب في بعض الزيوت تتجمد، يعني خاصه جوز زيت جوز الهند ممكن يتجمد، خاصه زيت جوز الهند بتجمد مجرد ما تفركيه بايدك يعني على حراره الجسم بيدوب. زبده الشيا اجمد قوامها من زيت جوز الهند على حراره الجسم، مجرد ما تفركيها بتدوب. يعني نحاول دائما نتجنب الحراره للزيوت حتى تحتفظ بفوائدها، لانه الحراره بتفقد من قيمه الزيت وبتكسر الروابط بين المواد الكيميائيه الطبيعيه الموجوده بالزيت. نعم. طب طريقه حفظها للزيوت اذا احنا عندنا، هلا خلينا نحكي شوي بس عن انه انت ركزتي على انه طريقه استخدامها، استخدام الزيوت دائما ليلي، قليل من الزيوت دائما ليلي الا الزيوت اللي بتحتوي على نسبه وقايه من الاشعه الفوق بنسجيه زي زيت السمسم مثلا، وزبدة الشيا فيها نسبة وقاية تقريبا 5%، زيت السمسم فيه نسبة من 25 ل 30% من الأشعة الفوق بنفسجية، باقي الزيوت ما بصير نستخدمها بالنهار، خصوصا زيوت الحمضيات اللي بتفتح البشرة مفعولها عكسي إذا استخدمتها بالنهار، يعني مفروض أستخدمها بالليل على تطبيقها بالليل على بشرة الوجه. تمام. طريقة حفظها زي ما أنت حكيتي، لازم تكون أول إشي زيوت نحفظها علب مصنوعة من الزجاج مش من البلاستيك بيكون أفضل، بدرجة حرارة معتدلة مش درجة حرارة عالية ولا درجة حرارة منخفضة كتير، هاي الطريقة المثلى لحفظ الزيوت. ممتاز. وكمان تكون بحرارة الغرفة موجودة. بحرارة الغرفة يعني مش في الثلاجة. لا مو بالثلاجة مو بالضرورة لا. طيب هل يوجد زيت لازم يكون موجود في كل منزل للاستخدام التجميلي؟ شو زيت ممكن يكون متوفر بمتناول الجميع؟ زيت يكون موجود بالمنزل، زيت اللوز الحلو، زيت السمسم، زيت اللوز الحلو. أول إشي ميزاته إنه حكينا إنه السكيلينج ريت الكوميجينيك ريت تبعه قليل، يعني 2. هو زيت يعتبر زيت حامل، نقدر نعمل إنفيوجن للنباتات، يعني مثلاً أي نبات مثلاً بدي فوائده بقدر أنقعه بزيت اللوز الحلو وأحصل على فوائد هذا النبات، فهو زيت حامل. زيت بيحتوي على المغنيسيوم، بيحتوي على البوتاسيوم، بيحتوي على فيتامين إي، بيحتوي على زنك، بيحتوي على أمينو أسيدز، خفيف على البشرة، خفيف على الشعر. الحلو فيه إنه بيناسب كل أنواع البشرة، بيناسب البشرة الدهنية والبشرة الجافة والبشرة المختلطة. زيت اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو. وممكن أضيف له زيوت زي زيوت الحرة، زي جزء يعني مثلاً كمية بسيطة من زيت جوز الهند، سوري مش زيت جوز الهند للوجه، كمية بسيطة مثلاً من زيت الزيتون، كمية بسيطة من إسنشيال أويل زي تي تري أويل، زي الجرين تي أويل، زي اللافندر أويل.
طيب زيت الزيتون احنا موجود عندنا ومعروف منذ القدم، جداتنا كانوا يستخدموه لبشرتهم لشعرهم. زيت الزيتون من ايش تصنيفه على السكيل؟ زيت الزيتون مفيد جدا، ولكن زيت الزيتون انا بصنفه مش على السكيل، انا بصنفه هون لما نيجي احنا اذا ننطلق لموضوع دمج الزيوت. انه كيف بدنا ندمج الزيوت؟ دمج الزيوت للاسف في طرق كثير خاطئه في دمج الزيوت، سواء للشعر او للبشره او لبشره الوجه او للجسم. دمج الزيوت عشان ادمج الزيوت مع بعض واعمل خليط من الزيوت، من 4 زيوت، من 5 زيوت، من 6 زيوت، لازم اقسم الزيوت الى زيوت، هون مش الكوميدوجينيك سكيل ريت، لازم اقسمها لزيوت حاره وزيوت بارده وزيوت لزجي. الزيوت البارده هي الزيوت التي تستخدم بكميات كبيرة في المنتج، زي زيت اللوز الحلو، زي زيت السمسم، زي زيت الجوجوبا، زيت الأرغان، زيت حبة البركة. الزيوت الحارة زي زيت الزيتون، زيت الحلبة، زيت الزنجبيل وزيت الآس، زيت السدر، هاي من الزيوت الحارة التي لا تستخدم، لا تطبق أبدا لوحدة على البشرة، يجب تخفيفها بزيت حامل. الزيوت اللزجة زي زيت الخروة وزيت جوز الهند، هاي زيوت كمان لا يجب استخدامها مباشرة على البشرة أو الشعر أو الجسم، يجب تخفيفها بزيت حامل. ونسبة التخفيف للزيت الحار أو الزيت اللزج إلى الزيت الحامل اللي هو الزيت البارد هي 1:2، يعني لو بدي أخذ جزء ملعقة من زيت جوز زيت الزيتون، مفيد جدا زيت الزيتون للشعر وللبشرة وللجسم، كتير مفيد. تمام، ما بصير أحطه مباشرة على الشعر أو على الوجه أو على الجسم لأنه يعتبر حارق، زيت حار. بستخدم ملعقة مقابلها ملعقتين من زيت حامل زي زيت اللوز الحلو أو زيت السمسم. حلو. ما بصير أخلط زيت حار مع حار. يعني مثلا زيت الآس بقوي بصيلات الشعر، زيت الزيتون بقوي بصيلات الشعر، زيت السدر برضو كمان مقوي، وزيت بذور الكتان. لكن إذا خلطت هاي الزيوت وزيت البصل والثوم كمان من الزيوت الحارة، إذا خلطتهم مع بعض بيعطوا مفعول عكسي، بيدمروا بصيلات الشعر، وبدل ما انه يحفزوا نمو بصيلات الشعر رح تزيد مشكله تساقط الشعر. نعم، اذا لازم يتخففوا الزيوت الثقيله او الحاميه مثل ما حكيتي. آه. طيب استخدام الزيوت للاطفال، في كثير امهات احيانا بيكون في مشكله عند خاصه الطفلات الصغار اذا بيكون في ضعف في شعرهم او شعرهم ما بيطول، بيصيروا بدهم يستخدموا زيوت طبيعي. شو ممكن نستخدم للأطفال ولجلدة أو الفروة تبعت الرأس؟ هلا للأطفال بنحاول نتجنب، نبتعد قليلا عن الزيوت الحارة كتير، ونتجه نحو الزيوت الحاملة زي زيت اللوز الحلو، زيت السمسم، زيت الأرغان ممتاز، زيت الجوجوبا ممتاز، وبيحتوي على مينرالز وفيتامينز وفاتي أسيدز وأمينو أسيدز. بقدر أضيف لها جزء من بس زيت واحد لزج، يعني مثلا بدي أستخدم زيت اللوز الحلو بستخدم له زيت واحد لزج، ما بضيف معه كمان زيت حار، مثلا زي زيت الخروع، زيت الخروع كتير ممتاز لنمو الشعر، من أقوى زيوت لتقوية بصيلات الشعر، بس ما بستخدمه لحاله لأنه بتقل وزن الشعر وبزيد تساقط الشعر، بستخدمه بخففه بزيت مثلا لوز الحلو او السمسم مثلا ممتاز. بس زيت الخروع بالذات الافضل مع زيت اللوز الحلو. اللوز الحلو تمام. في زيت ممكن السمسم لحاله مفيد، يعني زيت السمسم لحاله كتير مفيد يعني مفيد للشعر، يعني لانه مضاد للفطريات، بيحتوي على ماده زيت السمسم مشهوره في اليمن. في اليمن يعتبر ثروه، يعني زيت السمسم ما يعني ما ننغر انه مثلا زيت التين الشوكي سعره كذا وكذا، زيت السمسم زيت خفيف، زيت امتصاصه عالي، بيرطب البشرة والشعر، آمن على البشرة والشعر، بيحتوي على مادة السيزامول، والسيزامول هي عبارة عن مادة مضادة قوية للفطريات، بتدخل في تركيب أدوية مثل أدوية الاكتئاب. السيزامول بما أنه مضاد للفطريات بيدخل زيت السمسم بكل مراهم، بمعظم مراهم وكريمات معالجة الجروح والحروق، بيساعد على بيعمل هيلينج، بيساعد على التئامها، بيساعد على تجديد خلايا البشرة بطريقة صحيحة. جميل. وإذا أضفت له بعض النقاط أو بعض القطرات من زيت اللافندر بيمنع حدوث سكارز، يعني بيمنع حدوث ندب مكان الجرح أو مكان الحرق. ممتاز، إذا نلجأ للزيوت الطبيعية الآن، ولكن لازم تكون من عند المختصين لحتى نحصل على نتيجة الخبرة الفعالة. يعني حتى لو بالنصيحة، يعني حتى لو أنت بدك تعملي تركيبتك الخاصة، ولكن خذي بالنصيحة، يعني استشيري. إن شاء الله هذه الفقرة تكون مفيدة لجميع المشاهدين. شخصيا أنا كثير استفدت يعني الآن في استخدام الزيوت الطبيعية. كل الشكر لك الصيدة لانية مي الطريرة على كل هذه المعلومات عن الزيوت الطبيعية، يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا لك.